أهلا بكم إلى موجز الأخبار في دقيقة. إسرائيل تشن غارة جوية ثالثة على مواقع عسكرية جنوبية سوريا، وتعتبر الهجمات الجوية الأوسع لها في سوريا منذ سنة 1982. وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي تعرب عن قلق بلادها من تجدد المعارك في سوريا، وتدعو النظام السوري إلى وقف ضرباته في إدلب وريف دمشق. مقتل أكثر من 25 مسلحا من ميليشيا الحوثي خلال أحكام قوات الشرعية اليمنية سيطرتها على جبل رحنق في مقبنى غربية تعز. عاصفة ثلجية قوية تتسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية بعد أن ضربت أنحاء الغرب الأوسط الأمريكي وتتوجه شرقا لتهدد نيويورك ونيو إنجلاند. شركة جوجل تستعد للانطلاق في مجال الألعاب الإلكترونية والكشف عن منصتها الخاصة لتنافس كل من سوني ومايكروسوفت ونينتندو.